السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم، الصفعة والصدمة المدوية كتعرفوا كاملين اللي تلقاها النظام الجزائري والبوليساريو جراء الخطاب التاريخي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من داخل قبة البرلمان المغربي. هو كيعترف بكامل السيادة المغربية على الصحراء الغربية المغربية. فالبوليساريو أبواقهم وأزلامهم ما بقاوش عارفين شنو يقولوا، عادوا يختلقوا بعض التفاهات، بعض الخزعبلات يشوشوا على الاعتراف الفرنسي على مغربية الصحراء الغربية المغربية. وكتعرفوا كاملين ويعرف العالم على أن النظام الجزائري ومخابراته وإعلامه وأزلام البوليساريو معروفين بالبروبوغاندا، عنده بروبوغاندا حقيقة قوية، سهل لأنه يجيبوا لك بعض التفاهات ويروجوا لها على أنه انتصار. مصطلح الصحراء الغربية هو مصطلح متداول حقيقة في أروقة الأمم المتحدة ومجالس الأمم المتحدة ممن فيها مجلس الأمن والجمعية العامة وحتى مجلس حقوق الإنسان. مصطلح كيعلو به منطقة الصحراء الغربية، منطقة جغرافية، هو الاسم المصنوع من إسبانيا، لا يعني نهائيا لأن الصحراء الغربية ما هي للمغرب ولا يعني نهائيا لأنها للبوليساريو. الصحراء الغربية ما كتعنيش نهائيا لأنه الصحراء الغربية ما هي للمغرب، وما كتعنيش نهائيا لأنه الصحراء الغربية للبوليساريو. هو اسم محايد، اسم لمنطقة جغرافية مسمات الصحراء الغربية. وهذه البوليساريو حتى الجزائريين صارغين هذا الاسم، ناس بينون لهم يقولوا على أنهم هما الصحراء الغربية. نو، انتوما مسمين نفوسكم الجمهورية الصحراوية، مين قال لكم الصحراء الغربية؟ الصحراء الغربية هو وصف لمنطقة النزاع المصطلع عليه الصحراء الغربية. فإيمانويل ماكرون كيقول على أنه كفرنسا، كدولة فرنسية، كرئيس فرنسي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. عادي جدا. هذا البوليساريو قبضوا مصطلح الصحراء الغربية وجابوا فيديو وقطعوا مصطلح الصحراء الغربية، وروجوا بعد ذاك على أنه التلفزة المغربية هي اللي تعمدت قطع مصطلح الصحراء الغربية من لايف أو من المباشر اللي ألقى فيه إيمانويل ماكرون خطابه من داخل قبة البرلمان المغربي. والحقيقة عكس هذا تماما، هو فقط روجوا لهذه الكذبة باش يحاولوا يشوشوا على الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء أو الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء الغربية. مشاو كي قلت لكم جابوا فيديو منسوب لإحدى قنوات اليوتيوب وقالوا لأنه راهو فيديو منشور من طرف التلفزة المغربية وراهو المغاربة قطعوا مصطلح الصحراء الغربية. علاش؟ لأنه حسب زعمهم فرنسا أو إيمانويل ماكرون لا يعترف بمغربية الصحراء، وهذا عكس تماما. نشوف طرحه، مشيت نتأكد من المعلومة، نشوف كانت فعلا التلفزة المغربية قطعت أو تعمدت تقطع مصطلح الصحراء الغربية من خطاب إيمانويل ماكرون. نشوفوا الخطاب إيمانويل ماكرون من موقع التلفزة المغربية، من قناة التلفزة المغربية اللي فيها أكثر من 3 ملايين، قناة التلفزة المغربية الرسمية في اليوتيوب، باش ترجعوا الخطاب إيمانويل ماكرون في أكثر من 3 ملايين. سابق هذا نسمعوا هاد أبواق وعناصر البوليساريو وحتى أزلام الجزائريين أش كيقولوا، كيفاش حاولوا يفبركوا ويحاولوا يصنعوا هذا الانتصار الوهمي. للإشارة فقط، الجزائر مجندة جزائريين كينحادروا من الغرب الجزائري، كيتكلموا فعلا الدارجة المغربية وكيقدموا نفوسهم على أساس أنهم مغاربة معارضين للنظام الملكي أو معارضين للمغرب أو ضد مغربية الصحراء. وإحنا نعرفوا على أنهم جزائريين كيتكلموا الدارجة المغربية وأغلبيتهم كينحادروا من الغرب الجزائري، كيف أنه مغاربة فعلا كيتكلموا الدارجة أو اللهجة الجزائرية؟ وفي البداية كيف هما حاولوا يصنعوا هاد الوهم، الانتصار الوهمي، هذه الفبركة، هذه الأكذوبة حقيقة اللي تفضحوا فيها. ونرجعوا نشوفوا الخطاب كما هو
من قناة التلفزة المغربية. وبينما أنا أتابع البث ديال ماكرون، الخطاب ديالو الذي يلقيه داخل البرلمان المغربي، أثار انتباهي أن التلفزة المغربية قامت بقص واحد اللقطة حتى أن الخطاب لم يكن متناسقا. فمشيت كنبحث يعني على شنو داكشي اللي تقطع، فمشيت كنبحث على المصادر الفرنسية، فلقيت القناة ديال إليزي أو القصر الرئاسي الفرنسي وضع الخطبة بدون مكياج بدون تقطيع، فتوصلت إلى هذه النتيجة. فهذا ما قام التلفزيون المغربي بقصه. Et je pense bien sûr en premier lieu au... et je le réaffirme ici devant vous. Il pense au premier lieu ثم اختفت بقية الجملة. ونذهب إلى النسخة الفرنسية لنستمع. Et je pense الكرغولي رغم انك تتكلم بالدارجه المغربيه لا تغلطنا، انت ما تشوف النسخه الفرنسيه من قناه إليزي، نوريوها لك ان شاء الله من التلفزه المغربيه الرسميه. نمشوا للرويد الكليب. ما هو المثير في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا اليوم امام البرلمان المغربي، وهو يتحدث عن عديد من القضايا وعلى راسها قضيه الصحراء الغربيه؟ المثير بكل بساطة هي لقطة قصيرة جدا قام التلفزيون المغربي الرسمي بحذفها من خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا كامل الإخوان الكذب في الكذب ومحاولة صنع انتصار وهمي مفضوح حقيقة لا أقل ولا أكثر. نشوفوا التسجيل من قناة التلفزة المغربية، لنكرر لكم ترجعوا له كاملين جزائريين بوليساريو حتى المغاربة موجودة ومعروفة. قناة التلفزة المغربية عندها موقع في اليوتيوب معروف في أكثر من 3 ملايين، هذا هو الموقع الرسمي، ونرجعوا نكملوا إن شاء الله. Ce que j'appelle de mes voeux dans tous les domaines que je viens d'évoquer, c'est bien ce prochain livre de notre relation, pour reprendre les mots de Sa Majesté le Roi hier, qui n'hésite pas aussi à bousculer les acquis et les cadres classiques pour porter le plus d'ambition possible. Car je crois qu'au-delà de nos deux pays, ce nouveau livre emporte aussi la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'avenir et du développement du continent africain. Oui, tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France. هذا الفيديو الإخوان أنا اقتطفته عن طريق لقطة الفيديو من الموقع التلفزة الرسمية المغربية، وهذه بعد راهو القناة في اليوتيوب تابعة للتلفزة المغربية اللي فيها تقريبا 3 ملايين، وهذا راهو فيديو مباشر لخطاب إيمانويل ماكرون، وكتشوفوا كاملين يقول ويكرر الصحراء الغربية أمام الحضور وأمام وزراء وأمام رئيس حكومة وأمام بوريطة وأمام مسؤولين فرنسيين ومسؤولين مغاربة كبار، لأن هذه الصحراء الغربية ما تضر المغرب ولا فيها أي ابتزاز أو استفزاز للمغرب، وما فيها أي انتصار للبوليساري ولا مضرة لمغربية الصحراء. وهذا بعد يأكد الكذب وصناعة الإشاعة والتضليل والبروبوغاندا والوهم اللي عايشين فيه عناصر البوليساريو، حقيقة ما يأثرش لينا حنا، كيأثر فقط عن دوك الكهول والعجزة والنساء اللي باقيين فم في مخيمة تندوف واللي خلاقة بعد في مخيمة تندوف وفي الحمادة. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم.